وهذا ايضا ما يدفعنا للتساؤل هنا معنا عبر الهاتف السيد زاهر براوي رئيس اللجنه التنسيقيه الدوليه لمسيره العوده الكبرى. سيد زاهر، اذا حراك كبير وفاعل الان لدى الشعب الفلسطيني تزامنا مع مسيرات العوده الكبرى، اذا هل لديكم وانتم رئيس اللجنه التنسيقيه لهذه المسيرات، ما هي رؤيتكم لمثل هذه المسيرات وهذه الاعتصامات والى ما تريدون ان تصلوا بها في نهايه المطاف؟ يا سيدي تحية لك ولضيفك الكريم والمشاهدين جميعا. حياك الله. مسيرة العودة الكبرى كانت واضحة من البداية أن هدفها الاستراتيجي هو تحقيق حق العودة للفلسطينيين الذين والعودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948، وذلك وفقا للقوانين الدولية ومقررات الأمم المتحدة وعلى رأسها قرار الجمعية العامة 194. وما لم يتم تحقيق هذا القرار فإن الشعب الفلسطيني سيستمر في حالة النضال بشكل عام وبكافة أشكال هذا النضال. وفي هذه الموجة من النضال التركيز واضح على الحراك السلمي الشعبي العادل للفصائلية والأيديولوجية والذي يستند إلى القوانين الدولية، وهو الأكثر إحراجا لدولة الاحتلال الإسرائيلي في هذه المرحلة بدليل ما تفضلتم بجزء منه، وهو تخبط دولة الاحتلال الإسرائيلي في آلية التعامل مع هذا الحراك الشعبي الوطني العريض، سواء كان مدعوما بالفصائل الفلسطينية والأحزاب أو جمعيات المجتمع المدني. نعم. هذا التخبط الإسرائيلي يؤكد أننا نحن بالطريقة الصحيحة لتحقيق هذا الهدف. نعم، على ذكر هذا الهدف، البعض هنا يقول من يعني المخالفين لهذه الرؤية يقولون بأننا الآن بصدد ما يقرب من 3000 مصاب من الفلسطينيين وما يقرب من حوالي 25 شهيدا من الشعب الفلسطيني، في المقابل لم يحدث شيء سوى لفت الأنظار العالمية إلى مثل هذه القضية، وفي المقابل البعض يقول لك بأن ما أخذ بالقوة، كيف لكم أن تظنوا بأنه سيسترد عبر المسيرات السلمية والتظاهرات والاعتصامات؟ يا سيدي، في البداية لابد من التأكيد على أن الثمن الذي يدفعه الشعب الفلسطيني يأتي في سياق المنطق التاريخي للتحرر، ولا يمكن لدولة أو لأرض فلسطينية ومقدسة أن يتم تحريرها دون دفع أثمان، وهذا لا يعني أننا نسعى إلى الموت أو الشهادة أو إلى الجراح والخسائر، إنما نتحمل هذا عندما يقع، وذلك عندما يقع باعتداء إجرامي من قبل دولة احتلال مدعومة من أمريكا ومن بعض الدول الغربية حتى هذه اللحظة. أما مسألة أن هذه المسيرات لا تقدم أو تؤخر فهذا كلام غير منطقي، لأن هناك أشكال من النضال وأشكال من المقاومة لابد من استخدامها. كل شكل من أشكال النضال يجب أن نستطيع إدارته بحكمة وبشكل سليم وبشكل يحقق أهدافه، وأن نجعل بين هذه الأنواع من المقاومة حالة تناغمية تكاملية وليس تعارض أو تضاد. هناك من يؤمن بالعمل العسكري المسلح وبأنه ما أخذ بالقوة لا يستفد بالقوة، فبها ونعمت، ولكن هناك كثير من قطاعات المجتمع ترى أن المرحلة الحالية وواجب الوقت هو العمل الشعبي والمقاومة السلمية التي بسبب الظروف الموضوعية التي نعيشها وبسبب حصار مشروع المقاومة إلى حد كبير من القريب والبعيد، فإن هذا المسار هو المسار الأكثر تأثيرا في هذه المرحلة. نعم، أشكرك شكرا جزيلا السيد زاهر براوي رئيس اللجنة التنسيقية الدولية لمسيرة العودة الكبرى، حدثنا من لندن، شكرا جزيلا لك.